حزب الليكود. على ما يبدو أن الشرطة ستنجح بتجنيد شاهد ملك ضد بيتان. السماح بالنشر أن حسام جاروشي، هون مكتوب جاروشي، ما هي على الأغلب أكثر جواريش، من عائلة كما تدعي صحيفة معاريف، وأؤكد تدعي صحيفة معاريف، من عائلة جنائية من الرملة مشبوه بدفع الرشوة لعضو الكنيسة بيتان مقابل الفوز في مناقصة لتقديم خدمات لبلدية ريشون لتسيون. اعتقالات واسعة، شخصيات سياسية على المستوى المحلي، وأيضا رجال أعمال مقربين جدا من بيتان. بيتان وصل بالأمس إلى الكنيسة بعد يوم واحد من التحقيق استمر 14 ساعة، وحصل على دعم وتشجيع من وزراء وأعضاء كنيسة، يعني من اليسار واليمين أيضا. رئيسة حزب ميرتس زافا غالون هاجمت نتنياهو بشدة، الذي يلتزم الصمت كما تقول حيال التحقيق مع بيتان، هو رئيس الائتلاف. نتنياهو تقول اعتاد على أن عدد كبير من المسؤولين من حوله، يعني وفي حكومته، أصبحوا الآن يمثلون عائلات الإجرام في الكنيسة، ورئيس الحكومة يتظاهر أنه لم يحدث أي شيء، وحكومة نتنياهو تحولت إلى ملجأ للفاسدين. بيتان نفى أن يكون قد أعلن بأنه سيستقيل من الكنيسة، ونتنياهو ألغى اجتماع كتلة الليكود خوفا من أن تأخذ له صورة مع بيتان. وبيتان هو دائما كان الجندي المجهول، لا الجندي الذي يعني على استعداد لدفع كل ثمن من أجل نتنياهو. معلوم. نتنياهو اليوم مش مستعد أن تطلع صورته معه. غدا سيتم التحقيق مع بيتان للمرة الثانية، وضابط في الشرطة قال بعد التحقيق مع بيتان أنه لو لم يكن عضو كنيسة لكان في السجن. الشرطة ستحقق أيضا أو ستفحص الشبهات حول تصرفات واستغلال أموال المجلس الصهيوني من قبل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، الذي حول هذه الأموال إلى نشطاء من الليكود، وتم توظيفهم وتوظيف أبناء عائلاتهم من أجل دعمه في الحزب. المحكمة العليا لحكومة إسرائيل يجب إعطاء الشرح لقانون تنظيم الأراضي اللي بيسموه الهزدرة، أو هي سرقة الأراضي الفلسطينية. رئيسة المحكمة العليا قررت أن 9 قضاة سيبحثون الالتماس ضد القانون. ولماذا؟ يعني هناك يعني جزء من الائتلاف من الاستئناف عفوا، لماذا لا يقر أن القانون الذي ينظف الاستيطان في الضفة حسب ما أقر في الكنيسة يجب أن يمنع الجيش من التصرف حول ما يقول هذا القانون. الالتماس قدم من قبل رؤساء عشرات السلطات المحلية الفلسطينية مع منظمات حقوقية إسرائيلية، الذين أكدوا أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي والإنساني وغير دستوري. المستشار القانوني، يجب أن نذكر للحكومة الإسرائيلية، عارض هذا القانون بشدة. اليمين يهاجم رئيسة المحكمة العليا بسبب إصدارها الأمر الاحترازي. خطة السلام السعودية كما تقول معريف، أو نقلا عن صحيفة أمريكية، أبو ديس عاصمة الدولة الفلسطينية وإبقاء أغلبية المستوطنات. طبعا صحيفة نيويورك تايمز اللي كتبت قالت ولي العهد السعودي قدم للرئيس عباس الخطة التي تلغي أيضا حق العودة، وهدد اقبل الخطة أو استقيل. واشنطن، رام الله، والرياض، الجميع ينفون هذا الخبر الذي نشر في صحيفة نيويورك تايمز.
التقرير الذي اعتمد حسب ما تقول الصحيفة على مصادر فلسطينية رفيعة عربية وأوروبية حول لقاء الرئيس محمود عباس مع ولي العهد السعودي قبل حوالي الشهر. الخطة لصالح إسرائيل طبعا بالطبع لصالح إسرائيل، حتى أنا سمعت أحد الصحفيين الإسرائيليين قال لا يمكن لأي فلسطيني مهما كان ومهما كان مؤيد لإسرائيل حتى وإن كان لن يقبل بمثل هذه الخطة. الخطة هي التي تتبناها الإدارة الأمريكية هي الأسوأ وهي لصالح إسرائيل، ولا زعيم فلسطيني على استعداد لقبولها. سفير السعودية في واشنطن نفى ما نشر وأكد على الموقف السعودي أن السلام يجب أن يكون مبنيا على مبادرة السلام العربية التي صدرت عام 2002 والقدس هي عاصمة فلسطين. والكاريكاتير اليوم في صحيفة معريض هذا الشعار السياحي لإسرائيل اللي حاملين قطف العنب، يعني هي يعني أيضا تعبر عن التاريخ إسرائيل في هذا حسب مفهوم هني، يعني مش مفهومنا إحنا، هذا زي جاي من الخارج أو من المريخ. طب هاي ممتازة يعني الحاملين العنب قطف العنب، ولكن وين ممكن أشتري نقانق بيضة؟ نقانق البيضة يعني نقانق لحمة الخنزير أيام السبت، يعني هذا كله تبدل على أن إسرائيل أيام السبت ممنوع تفتح. فهذا السائح جاي مع أنه لابس يعني باكستاني يعني هذا اللباس القديم، فهو بدي نقانق ساندويش نقانق يعني لحمة خنزير والسبت، شوفوا يعني ما أصعبها عند اليهود. ننتقل صحيفة دوات أحرونوت، العنوان الرئيسي التمرد الهادئ في الليكود. في الغرف المغلقة يتحدثون 5 من كبار المسؤولين في الليكود على إمكانية الإطاحة بنتنياهو، لكن الأمر ما زال نظريا فقط. مسؤول كبير في الليكود قال لكاتب المقال أن 5 بانتظار قرار المستشار للحكومة وتوصيات الشرطة في ملفات نتنياهو، عندها يمكن التصرف والإعلان رسميا عن محاولة الإطاحة بنتنياهو بشكل واضح، لأن الأمر أصبح الآن يمس بشعبية الليكود. زوجة بيتان دافيد بيتان أمام المحققين تقول قالت لهم أنتم تحاولون الافتراء على زوجي، لكن سألها أحد المحققين لكن هناك في 2 مليون شيكل في حسابي من وين هذول؟ فكان ردها ما بعرف زوجي بدير الحساب. أطلق صراحة إلى الاعتقال المنزلي لكن بشرط ممنوع تحكي مع جوزها. شوفوا يعني وبيتان مشبوه بالحصول على الرشوة حتى بعد أن انتخب في الكنيسة. والآن عن قضية السفارة والإعلان الأمريكي، هناك في تقرير موسع للمحلل الاستراتيجي أليكس فيشمان حول هذا الموضوع، ويقول حالة طوارئ للإعلان الأمريكي عن القدس عاصمة إسرائيل للبشارة للإسرائيليين لم تصدر بعد عن البيت الأبيض، لكن في القدس يعني يستعدون لليوم الثاني بعد الإعلان. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لعمليات الإخلال بالنظام العام وعمليات ستكون ردا على الموقف الأمريكي، ولا طبعا لا يستبعدون العمليات الطعن والعمليات الفردية. والولايات المتحدة أصدرت تعليماتها إلى سفارتها وقناصلها في الشرق الأوسط برفع مستوى اليقظة والحذر. ويضيف أليكس فيشمان
أن القادة الأجهزة الأمنية يؤكدون أن تصريحات القيادة الفلسطينية ضد الخطوة الأمريكية لم تتخطى الخطوط التي تعتبرها إسرائيل الحمراء، وتدعو الشارع ولا تدعو إلى الشارع إلى العنف. لكن هناك يؤكدون يعني في رام الله أن الشارع يمكن أن يتخطى كافة الخطوط كما حدث مع أحداث الأقصى قبل 5 شهور. والأجواء في الإعلام الفلسطيني غاضبة جدا وقد تشجع على العنف والعمليات الفردية والطعن، وحتى قبل الإعلان الرسمي الأمريكي القيادة الفلسطينية ما زالت تأمل أن الضغوطات على التي تقوم بها الدول العربية والدول الصديقة للشعب الفلسطيني ستمنع البيت الأبيض من الإعلان رسميا عن أن القدس عاصمة إسرائيل. دبلوماسيون أكدوا أمس أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا في هذا الأمر، ولا أحد يعرف كيف سيتصرف. أورلي أزولاي مراسلة صحيفة ديوت في الولايات المتحدة كتبت مقال اليوم تحليلي عن هذا الموضوع، وتقول يعني الاعتراف هو ليس هدية لإسرائيل وإنما برميل من المتفجرات. الاعتراف في القدس إن كانت موحدة مقسمة غربية أو شرقية عاصمة لإسرائيل هي بداية فرض اتفاق بالقوة، ولكن فرض اتفاق وليس من خلال المفاوضات. إذا يمكن أن نسميه اتفاق تقول أن فرض اتفاق لا يمكن يسمى اتفاق، وهذا الإعلان سيبعد الشريك الفلسطيني عن طاولة المفاوضات، على الرغم من أن الجانب الفلسطيني آمن ووثق بأن ترامب يستطيع إحلال السلام. هذه ليست هدية لإسرائيل في يوم ذكرى إقامة إسرائيل 70، وإنما برميل متفجرات يوضع أمام بيتها لإسرائيل. مثل هذا الإعلان سيكون هداما في للشرق الأوسط، وهذه الفترة هي الأحد الفترات الأكثر سوءا. لكن ما الذي يهم ترامب؟ يعني ما بهم ترامب هذا الموضوع، من سيدفع الثمن نحن، هي بتعني عن الإسرائيليين، هم سيدفعون ثمن قرار ترامب. لأي ناحية يعني؟ من الناحية يعني العمليات ووقف المفاوضات وانتهاء عمليات السلام، من هاي الناحية يعني، وخوفا من العمليات وخوفا من الاضطرابات. يعني العقلانيين الإسرائيليين بشكل عام هم يعتقدون ذلك، يعني إذا الأجهزة الأمنية هناك تخوف لدى الأجهزة الأمنية من ردة فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني. المحكمة العليا يجب إزالة اللافتات الداعية إلى منع من ليست متدينة من المرور أو العبور أو استعمال شوارع معينة في بيت شمش، أو حتى الدخول إلى أحياء في بيت شمش. ممنوع منع في لافتات اللي تشير اللوق، ممنوع يدخلوا بالمرة بسبب لبسهم بسبب عدم تدينهم. وفي حي 120 في القدس المتدينين ضد العملة الجديدة الورقية الجديدة لأنها تحتوي على صور نساء شاعرات يهوديات أو صورة لشاعر، لماذا يحرمون حملها حتى؟ لأن هذا الشاعر كان متزوجا من مسيحية. ومطرب نشوف الصورة، محمود إذا بتعمل معروف على الصورة في الصفحة الأولى، عبدان نحكي عن هذا المطرب بعدين نيجي على الكاريكاتير. مطرب متدين ظهر أمام نساء خوفا من أنه يشوفهن هو يعزف ويغني، حط على وجهه بلاستر أسود.
شوفوا وين، شوفوا يعني لافتات ممنوع النساء تطرق لديهم، العملة لأنه عليها صور نساء، وهذا مطرب خوفا من ما يشوف النساء حط على وجهه هذا الأسود. يعني الدواعش صغار بحد يعني، بس أنا حبيت يعني أعطي فكرة للمشاهد عن اللي بصير في إسرائيل من الناحية التطرف الديني، يعني اللي فيه نوع من الجنون بالنسبة للإسرائيليين. اعتقال شقيقين من السبع بتهمة قتل الجندي من كريات كات والعثور على السلاح. وهناك خبر حول طبيب فلسطيني الدكتور فراس علي، هو مدير قسم للسرطان في مستشفى هداسة عين كارم، ويعاني يوميا من الحواجز في طريقه إلى عمله، وطبعا بتأخر في شغله، طبعا بشعر يعني بالإحباط. وفي خطوة غير مسبوقة قرر وزير الداخلية منحه الإقامة في إسرائيل وهوية زرقاء والدخول السهل إلى القدس، طبعا لأنه طبيب يعني، وطبيب إذا وصل أنه يكون مدير قسم في هداسة عين كارم ما قد يكون طبيب يعني على مستوى عالمي. والكاريكاتير اليوم بالنسبة كان في هناك المفروض بالأمس يكون التصويت على قانون يمنع فتح المحلات التجارية الصغيرة أيام السبت، فلكن بسبب ما يحدث مع بيتان والمشاكل داخل ائتلاف الحكومي ما تم تأجيل الموضوع خوفا عن أيضا لا يمر لا تكون هناك أغلبية للقانون. هذا من العلمانيين. في الصورة أري درعي وزير الداخلية ووزير الصحة المستقيل بسبب العمل أيام السبت، هذا بقول يعني السبت صباحا يوم جميل، درعي وليتسمان بشرب القهوة وبقرأ الجرائد وأنا مبسوط رايح أعمل مشترياتي من الدكان أيام السبت. يعني أنه الخلافات داخلها منعت على الأقل بالنسبة للعلمانيين وغير المدينين إمكانية لمواصلة شرائهم أيام السبت. ننتقل لصحيفة هارتس. أيضا صحيفة هارتس العنوان الرئيسي حول دافيد بيتان وما يحدث من تحقيقات في الشرطة. والخبر الثاني في الصحيفة في الصفحة الأولى عن اغتيال الرئيس اليمني السابق علي الصالح. الاتحاد الأوروبي ينظم حدثا مع منظمة بتسالم ضد الاحتلال، وزارة الخارجية الإسرائيلية، هذه بسقة بوجه إسرائيل. بنظموا معرض للصور عن ما يحدث في بتسالم، عن ما يحدث في المناطق المحتلة. يعني وزير الخارجية طبعا هو شو اسمه بنيامين نتنياهو، فالبسقة بوجه نتنياهو حسب الخارجية الإسرائيلية. المعرض سيكون تحت عنوان 50 عاما على الاحتلال، وسيتم افتتاح المعرض قبل لقاء نتنياهو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. يعني اختاروا التوقيت الصحيح يعني عشان يذكروا نتنياهو أنه سياسته في الضفة سياسة ديمقراطية إنسانية وكلها. في بتسالم يعني طالبوا من نائبة وزير الخارجية خوتوفيلي المستوطنة المتطرفة وبنت أن يجوا يتفرجوا على هذا المعرض وشوفوا كيف هن بتصرفوا مع الشعب الفلسطيني. وأيضا تقرير السعودية اقترحت على الرئيس عباس الإعلان عن أبو ديس عاصمة فلسطين. رئيس حزب العمل أبي قباي يلتقي مع مقربين من السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية من أجل إعداد خطة سياسية وبرنامج سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. قباي يقول أنه مقبول عليه حل الدولتين، لكن كيف؟
حل هذا، وهو يرفض الإفصاح عن ذلك. والتقى أيضا مع توني بلير اللي كان مبعوث الرباعية الدولية لعملية السلام، وكان له دور كبير في تدمير عملية السلام. هاي مني أنا لأخذ جملة الأخيرة مش مكتوبة في الجريدة. ودعم الطائفة الإنجيلية في الولايات المتحدة من أكبر الطوائف المسيحية في الولايات المتحدة بإسرائيل، كان يعني حوالي من فوق 75% يدعمون إسرائيل، لكن اليوم هبطت هذه النسبة خاصة بين الشبان من الطائفة إلى 57% فقط، بعد ما كانت أو عند الكبار السن 76%. توقعات أن هذا الدعم سينخفض خلال العشر سنوات القادمة. والكاريكاتير اليوم أيضا دافيد بيتان ودافيد أمسلم. دافيد أمسلم أيضا هو اللي يقف وراء قانون التوصيات ووراء قانون الفرنسي، أنه كان زي توب يعني بدفاع عن نتنياهو. اليوم الشرطة نشرت دافيد أمسلم عن دافيد بيتان. دافيد بيتان اليوم يحقق معه. أمسلم بالمناسبة كل تصرفاته ضد الشرطة، لأنه هو اعتقل في قضية فساد عندما كان نائبا لرئيس بلدية القدس، اعتقل فترة طويلة من زمن بالأيام يعني، فهو بده ينتقم من الشرطة بالمناسبة أيضا يعني. ودافيد بيتان. نعم. وشكرا. شكرا جزيلا لك على كل هذه العناوين في الصحف الإسرائيلية زميلنا فايز عباس، يسعد صباحك دائما. صباح الخير. وبعد الفاصل وقفتنا ستكون مع أحوال الطقس وتفاصيل عن المنخفض الذي نستقبله مساء اليوم، تابعونا.